تحليه او في حتى في المباريات ولا حاجه بتهتم باللقاءات، بتهتم بالاهداف، بتهتم بالبطولات، وده شيء طبيعي جدا جدا جدا. لكن في حاجه اقوى بكتير جدا من البطولات، واقوى بكتير جدا من الانتصارات، واقوى بكتير جدا من الفوز والمهزوم، يبقى الاحترام. عائله امام، الجد والاب والابن، لكم منك كل احترام وتقدير على كل اهلاوي وكل واحد مشجع للنادي الاهلي قبل حتى ما يكون منتمي لنادي اخر، زملكاوي او اسماعيلاوي. عائله امام لكم منا كل الاحترام والتقدير. اطلع يا عم، بنكسب افريقيا طبعا.